السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبكم عبد الرحمن الحجازي، وهذا الفيديو راح نجاوب فيه على سؤالين. السؤال الأول هو شو هي العدة اللي باخذها معي بطيران لايت، وشو هي الشنطة اللي عم بستخدمها هالفترة هاي واللي بتناسب هذا النوع من أنواع الطيران، فخليكم معنا. من فترة سألت على الانستغرام عندي على الستوري شو بتفضلوا نوع الفيديوهات تكون فلوج ولا استديو، كان الجواب 50-50 بالضبط. لهالسبب تبعت هذا النسق من الفيديوهات. إذا حبيتوا هذا النسق تركولي بالكومنتات تحت أو تقولوا لي أي واحد بتفضلوا أكثر، اللي هي برا البيت فلوج كلام مع الكاميرا بشكل عفوي ولا عن طريق الاستديو، فتركولي بالكومنتات، وإذا عجبكم هذا النوع تركولي لايك أو تركولي ثمز أب. السؤال الثاني كان عن شو عندكم سؤال او شو عندكم استفسار، وكان في سؤال متردد او بالاحرى سؤالين مترددين كثير كثير كثير، اللي هو شو نوع العده اللي بتاخذها بطيران لايت، طيران عادي يعني رايح انت على المزرعه مثلا ولا رايح عند الشباب تطير، والسؤال الثاني هي شو نوع الشنطه. لهالسبب راح اترككم بهذا الفيديو وخلوكم بالفلوج وارجع لكم. حاطط الكاميرا جوا لانه الدنيا برا هواء، ف حطيت الكاميرا جوا حتى ما يطلع صوت الهواء بالتسجيل، وكمان حتى اوريكم بالضبط انا شو الاغراض اللي بجيبها معي اذا طلعت طلعه خفيفه مثل هاي، طلعت المزرعه ولا طلعه بمثلا حوالين البيت ولا طلعه صغيره، يعني مستعد انه اطير فيها مثلا 4-5 بطاريات، مش تصوير شغل، مش تصوير برا العين يعني على دبي او شيء، لا موجود انا بحوالين المنطقه تاعتي وبالمزرعه، مثل هيك تصوير بتلاقيني جايب طيارتين مينيموم او حتى بالاحرى ماكسيموم، احيانا بيجي حتى بطياره واحده لانه قريب البيت ومتاكد ان الطياره الحمد لله شغاله ومتاكد هالامور هذه، فبتلاقيني جايبها هاي. كثير ناس بيسالوني شو الشنطه اللي انت بتنصح فيها. صراحه بصرت 90% من الوقت اللي جايب فيه شنطه بجيب فيه اي شنطه هايكنج، هاي الشنطه كثير خفيفه وقديمة عندي ولكن ممتازة، راحت هاي كذا بلد يعني وكذا مكان وخفيفة جدا كشنطة، يعني نفسها هي الشنطة كتير كتير خفيفة. فأنا أفضل أنك ما تستعمل هلا الريسينج درون إلا إذا عندك هاي الشغلتين، يكون عندك شنطة بتقدر تشيل فيها الريموت والنظارة مع بعض تمام، وكمان شنطة ثانية اللي هي فيها البطاريات. فصارت هي عبارة عن وهي مراوح زيادة، فصارت هي عبارة شنطة للشنط كثير خفيفة، وزنها ما بيتعدى 200 جرام 300 جرام ماكسيموم وخلصت منها. طبعا ناسي او حاطط انينة المي موجودة جوا، فصارت انه شنطة فقط، انينة مي، انينة عصير مثلا شوكليت كذا، مراوح زيادة، شنطة البطاريات وشنطة الريموت والنظارة مع بعض، كمان بربط عليها هاد اللي هو الكرسي، ومعي طاولة، فاحيانا بربط عليهم هالاشياء اذا كانت عندي طلعة بسيطة يعني برا وعارف حالي راح اكون بعيد عن سيارتي، فمضطر انه يكون عندي طاوله وعندي كرسي حتى احط عليهم الاغراض هاي. فوقتها باخذ معي هاي الطاوله اللي هي هاي، كثير خفيفه يعني اصبع واحد بتشيلها ما بتحس بوزنها، اوكي، والكرسي. هاي الاشياء اللي باخذها. شنطه الشنط بتشيل معك هاي الشنطة، وخاصة إذا كان مثلا عندك شيء مثل بايرو باتش وقتها ما بتحتاج تفك وتركب. هاي النظارة جاهزة ولساتني بتجارب الجوست، فبعدنا على الإكس لايت وعلى الجوست، ومعاي العدة البروبس يعني لو صار إني محتاج بدل مراوح بدل شيء محتاج عندي هاي وهاي، وممكن تكون أخذ معك اس دي كار ثاني مثلا عندي فلتر هالأمور هذه، ولكن أنا بالنسبة لي بشوف إنه فقط هدول بيكفوا. فهاي الشنطة خلصنا منها، ويجي تيجي شنطة البطاريات، هاي بتضلها معي كل الوقت. ليش؟ هاي الشنطة بتساعد فيها الكاميرا للستيكس، شنطة للاس دي كارد، وعندي سبير بطاريات للريموت والنظارة مع بعض، وعندي البطاريات، طبعا البطاريات عليهم الاغطيه، هاي الاغطيه ليش؟
البطارية اللي ما عليها غطاء يعني بطارية هي اللي استعملتها، وبشيل الغطاء وبحطه بالشنطة هاي، وبشيل المراوح بحطهم بالشنطة هاي، فصارت عندي مراوح، بطاريات، اس دي كارد زيادة. احيانا لو انا كنت رايح مسافة بعيدة بحط فيها كيبل وباور بانك، كيبل يو اس بي سي وباور بانك حتى اشحن فيهم الجو بروز. فهاي كل الامور اللي انا باخذها معي. فلهالسبب بحكي لك ما في داعي تشتري شنطة تريسينج درون اذا عندك مثل هالامور. كمان شغلة ثانية، ليش انا بستخدم هاي الشنطة لو كنت رايح معي الدرون الصغيرة بيتا اف في 95 او 85، نظارة، ريموت، بطاريات جوا، البطاريات الصغيرة طبعا، والدرون برا، وصارت شنطة واحدة. اضطريت انك تزيد شوية بطاريات عندك هاي الشنطة، فبتحطهم بشنطة صغيرة، فما بمحتاج تروح تشتري شنطة كبيرة ملتزم فيها كل الوقت، خاصة انك ممكن تطلع طلعات مثل هاي، فوقتها بتقول بتتقل، دائما بتحس حالك مثقل انك تشيل شنطة الاف في، فبتمنعك او بتخليك شوي يعني متردد انك تطلع تطير. ولكن بانه يكون عندك عدة خفيفة وعدة سريعة السيت اب، كثير منيح تكون انك يكون عندك هيك نوع عدة، حتى شو حتى تضلك متحمس انك تطلع تطير، ما يكون في شيء ثاني يحفز او يضبطك انك تطلع من الطيران. هذا هو السيت اب تاعي. خلينا نبلش السيت اب ونبلش الطيران ان شاء الله، فخليكم معنا. ان شاء الله تكونوا انتبهتوا بالضبط على نوع العده ونوع الاغراض اللي باخذها. طبعا العده كثير 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 قليله تعتبر. هلا لو انا رايح مثلا على دبي باخذ معي مراوح زياده، ممكن اخذ معي درون زياده، يعني دبي لانه منطقه ابعد عني تقريبا ساعه ونص طريق، فمحتاج اذا صار معي ظرف او اذا صار تكسرت مراوح اكثر او شيء، لانه بالعاده بكون اخذ معي بطاريات اكثر، فبكون اخذ معي يعني يا ما طياره زياده ومراوح زياده، يا ما احيانا حتى باخذ معي اللحامه لا سمح الله احترق محرك كذا فيني بدل، فبيكون معي سبير لحامه وشي. ولكن هذه هي العده. وفي موضوع بس دقيق ما شفت حالي انه ما دققت عليه بالفلوج، لهالسبب هذا النوع اللي هو يكون في استوديو تعقيب على الفلوج بيكون يعني في افاده زياده، واللي هي نوع شنطه البطاريات. ليش اخترت هذا النوع؟ لانه هذا النوع ضد الحريق او مقاوم للحريق، فاذا اشتعلت بطاريه بالغلط جوا الشنطه خاصه بالسياره او حتى بالفيلد بتحجب الحريق جوا يعني بتحتفظ فيه، ولكن مش لمده طويله، واحيانا بتلاقيها تقليد او شيء. فدائما يكون عندك شنطه ليبو متخصصه، ما تاخذ ثلاجه او شنطه عاديه، خلي شنطة خصوصي للبطاريات، لأنه لو اشتعلت البطارية رح تقدر تحافظ لك على الحريق بمنطقة واحدة بدون ما تشتعل معك السيارة أو مثلا بالطيارة لا سمح الله. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لي لايك، ولا تنسى تعمل لي فولو عبد الرحمن الحجازي ABHJZ أبهجز. كذا واحد سألني شلون أبهجز، AB يعني عبد الرحمن وHJZ يعني حجازي. ولا تنسى تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب إذا كنت على اليوتيوب. وشكرا جزيلا مرة ثانية. إذا عندكم أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح، أي نقد بناء، تواصلوا معي وين خليها هون، تواصلوا معي على الخاص. ولا تنسوا تحضروا الفيديوهات اللي قبل، ولا تنسوا تتركوا كومنت إذا حبيتوا هذا النوع من أنواع الفيديوهات، وإذا لا كمان تركوا كومنت قولوا لي شو رأيكم وكيف ممكن نطوروا وكيف ممكن ننتقل للمرحلة الثانية مع بعض إن شاء الله. وشكرا لدعمكم الدائم. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا مرة ثانية. وطياركم عبد الرحمن حجازي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.